كم يوما ستحتاج لترتيب استسلام رجالك؟ نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها النهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليس بربروسا. اذكر الصديق فخرا وابن عفان، البعر سلان والفاتيح عثمان. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.